لين ومهروس. أما الخضار البحرين فيختلف مكوناته من الخضرة، وبعض الناس يسمونه كباب بقر. تعالوا معاي البيت العود وراح أطبخ لكم المضروبة والكباب البحريني. اليوم عندنا الطبخة مضروبة على دياي طبعاً، وعندنا طبخة ثانية اللي هو كباب البحريني اللي راح نعرفكم على المقادير ماله. أولاً نطلع ويا المضروبة. المضروبة الدياي مثل ما قلنا نحتاج حق دياي ديايتين أو دياي ونص، كذلك عيش مغسول وبارز، حشيش وشبنت، طماط، كذلك عندنا ثوم وبصل، وكذلك معجون طماط. بالنسبة حق الكباب راح نعرفكم المقادير وندش وياكم على نفس الشيء، هو بيحتاج حق طماط وحشيش وطحين وبصل وبقر. ونبتدي أول ما حطينا الزيت وقبل شوي زيت نحط البصل، ننزل عليه بصل طبعاً. عطينا بصل نفس ما قلنا نص كيلو حوالي بصل. راح نسوي دياي بس ننطر لما يتحمر البصل، نعلي شوي ما بياخذ له وقت. عندنا الدياي نفس ما قلنا استخدمنا دياي ونص، دياي من غير جلد. طريقة المضروبة أنها ما تحتاج إلى جلد الدياي، تكون بغير جلد أحسن وألذ. طبعا هذه طبخة كانت مشهورة أو ما زالت مشهورة في أقلب مناطق البحرين اللي هي المضروبة، وكانوا يسوونها الأولين كانوا يسوونها على اللي هو اللخمة. طبعا هذه كان الاول، الحين ما حد يسوي هاي. الشايع الموجود في البحرين كلنا نسويها على الدياي، لحم حتى ما تضرر فيه. بعد ما تحمر البصل ننزل الدياي عليه. ننزل الدياي، بسم الله. ونحمسه شوي وياه حتى يتطعم بالطعم مال البصل وياه. حط عليه لومي اسود. أربع حبات كافية. نبتدي ننزل عليه البهارات. خليكم معانا عشان تعرفون البهارات بالضبط شلون. أهم شيء البزار بحريني المخلوط. ندير ثلاث قفشات. لومي أسود، ندير قفشة واحدة. الجلجلان قفشتين. السنوت قفشة واحدة، والكركم قفشتين. طبعا دارسين على حسب الرغبة، ممكن تحط عليه ممكن ما تحطون عليه. نزل ملح. نبتدي نحرك. نقصر على النار شوي. وننزل معجون الطماط. هاي معجون الطماط. ننزله. نحركه مرة ثانية.
ونحرك مره ثانيه بعد ما حطينا الطماطم. نجي الطماطم نحرك عليه شوي. نزل الطماطم الاخضر او قبل سوري نزل عليه الثوم. والطماطم طبعا حشيش مش بنت ننزله بعدين. بعد ما نزل المكونات كلها ننزل عليه الماء. تجي ننزل الماء عليه. خلي مدة 10 دقائق كذي لين بس يجلد. ما راح نسوي لكم الكباب البحريني مثل ما قلنا. أول شيء راح نجيب المكونات الرئيسية حق الكباب البحريني. خلكم معي. بصل، بصل كمية كبيرة، طماط، وقلنا لكم لازم الباقل. كباب البحرين ما يستوي إلا بالباقل. تقول لي من غير باقل؟ أقول لك لا ما يستوي. نخلطهم مع بعض ونجيب الطحين الكباب. نزل طحين الكباب حوالي 400 جرام انا خليت طحين. طبعا تقدر تزيد عليه تقصر عليه بعد ما تخلي الماء. راح نحط البهارات اللي بنستخدمها عليه. بهاراتنا ملح، بزار بحريني مخلوط ناعم. نبي نخليه حار شوي نزيد البزار. قفشتين جلجلان، قفشه سنوت، قفشه واحده كركم. راح نخلطها الحين بالماي. نجيب ماي وراح نخلطه ونصب على خلطة الكباب البحريني. طبعا كمية احنا محتاجين نصير العجينة. راح ناخذه ونخلط ونزيد الماء فترة فترة. ما نجيب الماء مرة واحدة. ندفع الطحين شوي. حاول نمزج المكونات كلها مع بعض. طبعا على حسب الرغبه، اذا كنا بغينا نسويها حاره شوي نحط عليها فلفل اخضر. نحط الماي بعد نضيفه شوي. كباب هذه رئيسي في رمضان. بيت ما في كباب ما يصير. بعد ما يكون جاهز الحين خلي بس فتره نص ساعه ساعه كذي ونرجع مره ثانيه. سكر. ايوه
نتأكد بس من المضروبة شلون. ما فاحت لحد ما. ممكن نضيف عليها الحشيش. نظرنا نسينا نحط الحشيش على الكباب. راح نحط الحشيش على الكباب نسينا. ما عليه. نضيف حشيش على الكباب. وهم ثوم. نضيف عليه. لا راح نخلي فترة. خلاص من الأشياء راح نبديها. ما قلنا نرجع نشيك. بدأ يفوح الجدر عندنا. بعد ما فوح الجدر راح ننزل عليه العيش. بسم الله. كفايه الروائح على العيش. بعد ما نزلنا العيش راح نغطيه ونرجع له بعد نص ساعه ان شاء الله. شو استوى الطبخ. وفي نفس الوقت راح نصب الكباب بعد شوي وراح نصب الكباب لكم، راح نراويكم اياه ان شاء الله باذن الله. خليكم معانا. شيك المضروبة إن شاء الله تكون جهزت ما شاء الله. بعد أبيله شوي كذي 5 دقائق 10 دقائق راح نستغل الوقت دي ونروح نسوي لنا نصب الكباب. طبعا الكباب اللي تحكينا عنه الكباب البحريني عندنا الزيت هني الدهن راح نولع النار. نضيف عليه زيت. وطول ما تترس المضروبه نبتدي نصب الكباب اللي قلنا عنه الكباب البحريني. بس شوي. هاي كبابنا. بعد الخاف. دائما الكباب تركزون عليه انكم تشيكون الملح ماله مهم جدا. نبتدي نصب الكباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اول صابه لا تحسبونها، اول صابه تصير خرطه طبيعي دي. صابه ثانيه ان شاء الله تكون ممتازه. تذكر يوم احنا صغار الله يرحمها الوالده تسوي لنا الكباب، وكانت تسوي لنا الكباب ايام رمضان. تصب الكباب
وتقوم اول صابه بارزه وتحطها في الصحن، تلتفت على الصحن ما تشوفه. روعه تذكر ايامه، ايام حلوه الله يرحمه. هاي وصابة ان شاء الله مطيب. سقع علينا اسمعوا من قلبه الاولى نقها بابنا ما شاء الله تبارك الرحمن. هيك باب جهد مضروباتنا خلاص خلص الكباب ان شاء الله ونضرب المضروبه والامور ان شاء الله بخير. خلي النار شوي قاصرة يعني ما تطول عليه وايد بحيث انك دائما نحب الكباب انه يكون على قولتهم غارمش. كبابنا جاهز الأولى. راح نواصل معكم إن شاء الله في الصبة الثانية، بس نرجع نشوف المضروبة. طبعاً مضروبة استوت، ندور مضروبات إن شاء الله. نيب المضروبة، نحاول تأكد منها. ما شاء الله حاول نضربها قدر المستطاع. شلون؟ طبعا هي محتاجة مجهود وايد تضرب المضروبة، شيء بسيط مو نفس الهريسة. هاي مضروباتنا بدأت جاهزة، راح نبتدي بالنشاب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله طبعا الاولين يسوون المضروبه ما شاء الله تتوزع على الفريج كامل، كل بيت تدش في المضروبه دي. من الخير اللي فيها يدوم الخير ان شاء الله. طبعا يبي له الدهن نبتدي نعدلها بهذه الطريقه. هاي شكل مضروباتنا النهاية. طبعا ما تحلى المضروبة أبد إذا ما كان فيها دقوس، رشة دقوس وعصرة لمية. وهاي كباب نصر جاز، كباب بحريني ما شاء الله. شوف شلون في نهاية حلقاتنا. أتمنى أن تكون نالت على إعجابكم، أشوفكم في الحلقة الجاية.